السلام عليكم. تتواصل سلسلة الحوادث الشنيعة والأليمة والمرتكبة في حق شباب ولاية خنشلة في مدينة مارسيليا الفرنسية، حيث اهتزت المدينة الفرنسية مساء والأمس على حادثة وفاة شاب خنشلي آخر بالقرب من مقهى بالمقاطعة رقم 15. وحسب مصدر محلي، فقد لقي شاب جزائري مصرعه بالرصاص أمسية الأحد إثر عملية خطيرة نفذها مجهولون على مستوى المقاطعة 15 جنوب مارسيليا بفرنسا، إن أطلق هؤلاء المجرمون على شاب ينحدر من ولاية خنشلة والمدعو سعيدي سين الملقب ببازوكا، مما أرداه في عين المكان لتتدخل ساعتها فرق الإسعاف وعناصر من الشرطة الفرنسية، والتي نقلت الجثة الشاب الخنشلي إلى مصلحة حفظ الجثث في أحد مستشفيات مارسيليا، في حين باشرت الشرطة تحرياتها في الموضوع مع تطويق كل مداخل ومخارج المقاطعة 15 بمارسيليا بحثا عن الفاعلين. وحسب بعض من أفراد الجالية الجزائرية المقيمة بمارسيليا، فإن الحادثة الأليمة تعد رقم 18 من نوعها، والتي تستهدف جزائريين بفرنسا ينحدرون كلهم من ولاية خنشلة منذ سنة 2018 بعد وفاة 8 أشخاص في أقل من شهرين خلال سنة 2019.